كده، وقد تكون دي اول مره احنا بنعملها لكم. زي ما انتم شايفين انا جايب معايا النهارده تشكيله من الدبله الريفيرا او المحبس الريفيرا. المحبس الريفيرا اهو اللي انتم عارفينه كلكم زي ما انتم عارفين. وحبيت المره دي اعمل لكم اوزان خفيفه تبتدي من جرام ونص، وده عندي منه مقاسين. ادي اول مقاس اهو زي ما انتم شايفينه اهو، ده المقاس الاولاني، ده جرام ونص اهو، المحبس ده جرام ونص. وادي المقاس الثاني بتاعه الكبير شويه 2 جرام و45، يعني 2 جرام ونص تقريبا حسب المقاس. طبعا الوزن هيتحدد. يبقى عندنا من المحبس الريفيرا ده دلوقتي الجرام ونص اهو، والاثنين انا ماسكهم في ايدي اهو، والاثنين جرام ونص اهو، شايفين اهو الكنز والعريض. لان المحبس ده دايما كان بيبقى عندنا من 3 جرام ونص ل 6 جرام، فحبينا نعمل برضو حاجه منه خفيفه تمشي مع كل مخصوص وماركه وعليه لوجو، وفي نفس الوقت وزنه ما هواش تقيل، او اللوجو موجود باين او اللوجو باين جدا، اللوجو باين جدا بتاعه. معانا كمان تشكيله الخاتم بتاعنا العادي اهو، الخاتم دوت الجنيه 3 جرام و80 مللي، ده اول مقاس فيه اللي هو مقاس الربع جنيه الكبير وحواليه فصوص، شايفه 3 جرام و80 مللي. معنا منه كمان النص جنيه اهو، مقاس النص جنيه وزنه 5 جرام و30 مللي اهو، ده 5 جرام و30 مللي. معانا من دول كمان تعليق الجنيه اهو 5 جرام و54 مللي تعليقه، تعليقه بفرزاتشي، تعليقه كبيره مش صغيره، شايفاها حجمها كبير 5 جرام و54 مللي التعليقه دي، يعني تقدر تحط لها سلسله ولوجو وبترجع تخصصها. الجرام 2 جرام معانا من حجم الجنيه بالظبط اهي من غير اي حاجه، والاطار بتاعه بص حضرتك بقى، انا هنا عاوز اوريكي تناغم الالوان. هو ساده قلبي بس ساده، جزء لميع اهو وجزء فيه ستانيه اهو، اللي هي الكتابه والوش كله ستانيه، حتى نشوف الضوء بيعمل فيه ايه. وانت لابساه برضه هيبقى كده بيلمع بنفس اللمعه دي، الوش بتاعه والظهر بتاعه عليه اللوجو، والظهر بتاعه ساده خالص. في منه الشكل التاني ده اللي احنا جبناه برضه الفرزاتشي، في منه الشكل الصغير ده اهو النص جنيه اهو، والنص جنيه ده وزنه 2 جرام و91 مللي، ده النص جنيه. موجود منه عندنا الربع جنيه كمان اهو، اتفضلي تعليقه ربع جنيه في سلسله خفيفه، ودي جرام 71 مللي، بتتعمل دايما جرام 71 مللي. كمان معايا حاجه جديده خالص، الحلق اللي على الودن الجنيه بحجم النص جنيه بالظبط اهو، ده حجم النص جنيه بلولي، وكمان لوجو وبيسترد بالفصوص اهو، بريمه شايفاه، وبريمه لا بريمه الوز اهو، الالوز اهو باين اهو في الصوره اهو، شايفاه اهو. ده اول مره نعمله لكم، ووزن 5 جرام 36، طلبتوه كتير قوي على فكره، وانا جايب منه كميه لا باس بيها، عشان كده عارف ان انتوا حابينه قوي. ده بلولي وبيرجع بالفصوص عند البيع او الشراء، وماركه من الماركات المحترمه جدا. يعني انا حضرتك في سؤال دايما تسالوني، هو ده ماركه ايه؟ هو ده ماركه ايه؟ ما هو انا ممكن يبقى الشكل ده نفسه عندنا منه 7-8 ماركات. اللي بيرد على الصفحه قاعد، احنا يعني الصفحه مخصصه عشان اقول لك الشكل والسعر وده مقاسه قد ايه وكده، بس بقى لدرجه بقى التفاصيل الدقيقه قوي دي هتاخديها من المعرض وانت بتشتري. وانت عارفه ان احنا يعني ما بنشتغلش غير مع الماركات المعروفه جدا، عشان ما تحتريش بقطع الشغل لما تشتريها بعد كده فيها فصوص، طب هرجعها لمين لما حابه ابدلها؟ هو ده لازم يجي عندك؟ لا مش لازم تيجي عندي. الماركات اللي احنا حتى بنتعامل معاها دي كلها ليها فروع في جمهوريه مصر العربيه لاسترداد دهبهم بفصوصهم، يعني حاجه جميله جدا في السوق عندنا في الصياغه، وفروع في مناطق اخرى كده. ف يعني خلي التفاصيل الدقيقه قوي دي عشان ما نرهقش بعض، دايما بتكون في المعرض البياع هيقول لك دي كذا وتفضلي، واللوجو، وهيكتب لك في الفاتوره ان جميع المعروضات الحاجه اللي انت واخداها على القطعه دي بتسترد بالفصوص. انت مش محتاجه يكتب لك في الفاتوره، ليه؟ قطعه الشغل حضرتك عليها لوجو، واللوجو ده دايما بوريه لكم اهو، شايفه في النص اهو، تقولي لي لوجو مين؟
الجايه. طب انت بتشتري من بره، اساليني اللوجو ده بيسترد بالفصوص ولا لا؟ هقول لك اه ده بيسترد بالفصوص، اه لا ده صاحبه بس اللي بياخده بالفصوص، المصنع لوحده بس ما حدش تاني سايق. او بص اللوجو اهو باين اهو. الخواتم دي برضو كنا جبناها لكم قبل كده وطلبتوها تاني. الخواتم دي 4 جرام 87 مللي الخاتم ده، في منه الكوره الجميل ده اهو برضو، ده 3 جرام و60 مللي بالحجم ده. الكوره دي 3 جرام و60 مللي، 3 جرام و60 مللي كل الكوره، كوره كبيره اهي. في منه الاشكال الملونه الجميله قوي دي اهو شايفين، وده 4 جرام و90 مللي الملون دوت. في منه ده بقى اللي هو برضو الوان، والوان بقى ايه كذا حاجه كده، ووزنه خفيف جدا. الخاتم ده 3 جرام بالحجم ده، 3 جرام. هوريه لكم برضو في الصباع بيبقى عامل ازاي، جميل جدا جدا جدا. بص حضرتك الخاتم لمعه، لمعه جميله فعلا، يعني لمعه جميله جدا. وفي منه الوان بقى كتيره، في منه كذا لون، يعني في منه كذا لون. ادي ده لون انتوا شفتوه اهو، وادي كمان لون تاني الموف الجميل ده، شايفه الوان الاحمر بالموف عامل ازاي، بالتقسيم الاسود اللي تحت الفصوص. لا جميل ومركب مسترد بالفصوص برضو. وفي منه الازرق، وفي منه الاخضر، في منه التركواز اهو. بص يا حبايبي، لا جميل قوي قوي قوي، يعني حاجه رائعه. يعني معانا كمان الخاتم دوت اهو، الخاتم الشكل ده اهو شايفين عامل ازاي، شايف التقسيم عامل ازاي. والخاتم ده وزنه 3 جرام و90 مللي، كل وزن الخاتم ده 3 جرام و90 مللي. معانا حاجه زي كده اهو، ده وزنه في الصباع، شكله في الصباع اسف. معانا حاجه زي كده برضو، حجمها كبير جدا ووزنها خفيف جدا. ده حضرتك 5 جرام 35 بالحجم ده. والخاتم الجميل الموف ده، اللون البديع ده، الموف الغامق او ده، ده موف غامق، يا رب يبقى ظاهر كده موف غامق. هوريهولك في الايد، ايوه شكله جميل قوي قوي قوي، موف غامق يعني غامق غامق قوي، يا رب يبقى ظاهر ليكو. ابعد شويه كده يبقى ظاهر اكتر. طبعا بقى مش هنسى المره دي ان انا اتكلم عن الغوايش اللي معايا، الحمصه التقيله اهي، كميه محدوده جت منها الحمصه التقيله اللي هي 9 جرام. دي الحمصه 9 جرام شايفينها تقيله، دي الحمصه التقيله. طيب بعد كده انا عاوز اتكلم عن كذا حاجه. اول حاجه السلسلة دي، الجنيه على كارت اهي شايفينها، سلسلة جنيه اللي على كارت، كذا شكل كذا شكل. دي مثلا اول واحدة 6 جرام و22 مللي، دي 6 جرام و22 مللي. الشكل التاني ده اهو شايفاه، السلسلة بتاعتها دي سلسلة قوية قوي، انا بقرب لك منها اهو عشان تشوفيها، سلسلة جنزير صار. الشكل ده كده 7 جرام و90 مللي. معانا منها كمان حاجه زي كده 4 جرام 95، دي 4 جرام و95 مللي، ودي 4 جرام و44. يعني انت عاوزه السلسله معموله جاهزه اهي بالجنيه، بتسترد بالفصوص نفس الماركه اهي موجوده. عاوزه تاخدي التعليقه اللي انا وريتها لك وتركبي لها سلسله على مزاجك، ماشي. هوريكي بقى انا حطيتهم لي كلهم كده عشان نجيبهم واحد واحد من الاول للاخر اهو، واحده واحده من اول 4 جرام لغايه 6 و7 جرام. ودي اوزان لاول مره بتيجي، اخر واحده دي اعتقد 8 جرام ونص او حاجه، بس الكبيره دي بس، انما الباقي كله من 4 جرام موجود عندنا، من ابتداء من 4 جرام. بحاول اطلع لك عليه كده كله اهو، وريهولي. خلي بالك انا نفس بوريتك نفس دي تعاليك، وعملناها بالسلاسل مشبوكه منها فيها اهو كده، هي بالسلسله مشبوكه منها فيها، شايفها الكبيره اللي فوق دي بقى، دي بالجنزير
جنزير صب انا امسكها في ايدي عشان تبان اكتر، بس الباقي ده كله من 4 جرام لغاية 8 جرام حسب الوزن اللي انت عاوزاه. هتلاقي كل الاوزان عندنا موجودة، هتلاقيها ان شاء الله. الاخيرة اللي انا قلتلك هوريها لك دي اهي، امسكها في ايدي عشان تبقى باينة، لان هي الوحيدة اللي بسلسلة جنزير دي. عملنا كده واحنا عاملينها عينة، هنشوف هتعجبكم ولا لا. اهي دي بسلسلة جنزير فيها 1/2 جنيه وربعين في الاخر، وبعد كده زي ما انت شايفة كده كلها السلسلة كلها جنزير وطويلة. بطولها 70 سنتي، عشان بيجيني حد يقول لك انا عاوز حاجة طويلة. اهي بطولها 70 سنتي بسلسلة جنزير. بص السلسلة عاملة ازاي في كف ايدي جنزير، ودي 11 جرام وربع، دي كلها 11 جرام وربع. لو خدت بالك حتى ده اللوجو اهو، اللوجو موجود، ما فيهوش فصوص مثلا 5 6 مللي كله وكله ساده، بس حاطين عليه لوجو لان هو في فصوص وبيرجع فصوصه الماركه دي. طيب معانا ايه تاني؟ معانا تشكيله سلاسل جديده لاول مره اهي. بصي الكفين دول، والتشكيله دي خفيفه، التشكيله دي خفيفه. انت عارفه دي وزنها قد ايه؟ ساده خالص. دي وزنها 1.17 جرام. طيب في حاجه بعديها، في القلب ده، القلب الجميل ده، وده وزنه 93 مللي، اقل من جرام يا جماعه، ده وزنه اقل من جرام. معانا الهلال الجميل ده، السلسله الهلال الجميله دي، وبرده دي وزنها 90 مللي. معانا القلب ده، شايفه؟ 1.43 جرام. معانا الشكل ده 95 مللي. معانا الموسي الجميل ده ومكتوب جواه باي باي اهو، وده 1.43 جرام. طيب هنخش بعد كده بقى على تشكيلات البرق اهو. اتفضلي، ادي اول سلسله برق، شايفاها عامله ازاي؟ حمص وبرق الناحية التانية، والسلسلة 40-50 سنتي، من 40-50 سنتي. السلسلة البرق دي أول واحدة دي وزنها 2.56 جرام. اللي بعديها دي برق 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 صغير كلها، أو بص كلها برق صغير، أقرب وبعد عشان تشوفيه. دي وزنها مش تقيل، دي خفيفة جدا، دي 1.73 جرام، 1.73 جرام. طب البرق اللي أتقل أهو، البرق اللي أتقل أهو، شايفها قد ايه؟ دي اتقل منها 1.73 جرام، التانيه دي 2.46 جرام. معانا بقى فيها برق من ناحيتين اهي، شايفها؟ برق من ناحيتين، والبرق ده كله حر يعني، يروح ويجي ومنظره جميل جدا، وفي نفس الوقت اوزان سلاسل خفيفه قوي. دي 3.33 جرام، البرق من ناحيتين. البرق دوت اهو اهو، بصي برق كبير اهو، 5-6 برقات فيها. تعدليها طبعا، هي مش معدوله على الكارت، تعدليها على رقبتك، يبقوا الاثنين اول اثنين اصابع، ودي كل وزنها 2.60 جرام. جايب لكم كل الاشكال. بص دي اللي نازل منها، السلسله دي كانت خلصت قبل كده وطلبتوها كتير. اي البرق اللي في الاخر فيها زي عقد اهو، شايفها؟ عارفه دي قد ايه؟ 3.96 جرام، دي تقريبا اتقل واحده داخله في ال 4 جرام. ودي اخر واحده في اشكال البرق، ودي وزنها 2.96 جرام. كده اكون انا وريتكم كل حاجه تقريبا. الاسوره الجميله ديت اهي، دي اسوره عيار 18، والاسوره دي ساده خالص ما فيهاش ولا فص، وعاوز برضو اوريها لكم في ايد، هتبقى جميله قوي في ايد. زي ما انتم شايفين انا استعرضت معاكم كل اللي كان موجود قدامي على الترابيزه، وكل اللي باقي ان انا اوريكم الاسوره الاخيره ديت بس في الايد بيبقى منظرها ايه. وكده نكون احنا استعرضنا النهارده. معانا النهارده كمان الانسيال الظريف قوي ده، الانسيال الحمص اللي انتم طلبتوه كتير اهو، شايفينه؟ هوريه لكم في ايدي كله اهو، الحمص اهو ده 2.12 جرام. انسيال حمص 2 جرام، وبعدين السلسله بتاعته انا عاملها تقيله اهي. والسلسله لو خدت بالك منها
انا بقرب منها كده اهو، حلقات كلها مقفله صب ببعضها، وادي في الايد كانها غويشه، وهي في نفس الوقت دي اسوره بتتفتح وبتتقفل في ايدك. كده اكون انا تقريبا وريتكم كل اللي موجود معاه. يا رب الفيديو بتاع النهارده ده يكون عجبكم، شاكر ليكم جدا تقديركم واحترامكم.